السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تم أيضا نتحدث عن تسجيلة الفريقين بهذه الأمسية بالثاني مبارياته مع فريق مسير التالي من هناك بهذه المباراة الثانية يريد أن يقدم شيء، وصلت لكنها إلى حارس المرمى. هذا عدم الانسجام وعدم التفاهم باللقطة الماضية يولد مثل هكذا أمور، وبالتالي هكذا أمور تجعل الفريق بموقف لا يحسد عليه إطلاقا. لدينا كرة ركنية من الجهة اليسرى، هنا الكرة اللي فلتت من حارس المرمى، لكن أدركها من هناك المدافع اللي يتحدث عن هذا الحكم اللي ينتظر حقيقة مستقبل كبير. كم اللي يدرجون شوي بشكل مباشر. كرة من الطرف الأيسر، انتهت 2-1 لمصلحة فريق العذر، بينما المباراة الثانية وهي كانت على مستوى دور الدرجة الثانية كانت عام 2006. الآن بالتاريخ من أول فريق فاز ما بين الفريقين بالمواجهة المباشرة على مستين؟ لدينا كرة ثابتة تنقل إلى داخل منطقة الخطأ بالرأس قريبة، ولكنها هنالك إلى حارة بنقلة خاطئة. هنا التسديد والثاني، الله، راحت من هنالك إلى ركلة ركنية. الكرة بهذا الشكل الممتاز وهذه التمريرة، توران تحضير تسديد إلى الركنية. نعم، يوسف الرواشدة جاءت كرة نحو الأمام أو أرسلت نحو الأمام، وواجهت من هنالك الكف الأيمن لعبد الرحمن مبارك. نعم، يجعلها بشكل أفضل. هدف جاء بالدقيقة 8 والتعادل بالدقيقة 51. هذه كرة عرضية إلى الجهة اليسرى، مامادو الثاني ممكن، قريبة، وصلت عرضية لكنها من هنا إلى إبعاد، ليس إلى خارج أرضية الميدان، لأن تعود من الجهة اليسرى وإلى واحدة أو الأولى كانت لي كرة في منتصف الميدان نحو الأمام، المحاولة بالمرور، التقدم، التسديد حاضر، وبالتالي من هناك كرة يوسف أحمد راحت إلى ركلة مرمى. الآن التغييرات، أحمد يوسف سيدخل بدلا من محمد فتحي. وهنالك وقد يكون بالمستقبل، لما لا، كرة عائدة لمصلحة سمير، واصل إلى الأمام والتسديد لكنها ترتطم وتعود إلى الطرف الأيمن. هذا إيلسون، خل من الكادر الطبي. هنا سلامات عائدة لمصلحة الدور على حامل الكرة، مر من هنا والتدخل واضح، رايح المساعد الأول، تتدخل طالب سالم المري، وبالتالي هنالك خطأ وبطاقة صفراء على أوليفيرا. نعم، ويرى هي البطاقة الثالثة بهذه المباراة. هذا هو التدخل، لماذا هناك يتلقى بطاقة صفراء قبل قليل؟